انطلاقا من أهمية المرأة السورية في بناء المجتمع، كان لابد من تفعيل دورها عبر نشاطات ومؤسسات تساهم فيها إلى جانب الرجل بالإبداع والقيادة. ومن هنا جاءت فكرة إعادة إحياء الاتحاد النسائي في القنيطرة. السيدة وضحى الموسى المسؤولة عن الاتحاد النسائي العام في القنيطرة ساهمت مع بقية القائمين على المركز بتنشيط دور المرأة وتزويدها بالمهارات الاجتماعية اللازمة لإعداد جيل من الأبناء يحسن التعامل مع مجتمعه، فكانت المعلمة والممرضة والخياطة والعاملة وربة المنزل التي تحدت ظروف الحياة رغم قساوتها. نشكر الاتحاد العام النسائي يعني اللي قام بهالندوة هاي للعنف للمرأة، يعني انه ساعد كثير انه المرأة ما كانت تعرف هذا الشيء كلياته وشو عوامل العنف للمرأة. يعني احنا بنتشكرهم على هالشيء، واحنا بنطلب انه كمان يساعدونا بحيث انه المرأة كمان محتاجة لاي شيء لهيها عن هذا الشيء اللي عم تمر فيه، مثل انه لمشان خياطة، في نساء يعني بتعرف الخياطة، يعني انه هالشغلة هاي بتساعدها بحيث انه كمان تدخل يعني تفوت دخل على بيتها، وبحيث انه تنسى الشيء اللي هي فيه وبيساعدها على الامور هاي كلياتها. نحن اتحاد نسائي قمنا بزيارة ميدانية إلى مخيم الكرامة في قرية الرفيد، وقمنا بندوة عن تتحدث هذه الندوة عن العنف الأسري وما تتعرض له المرأة من ضغوطات نفسية واجتماعية في ظل الظروف الراهنة، وأكثر ما تتعرض له النسوة في هذا الوقت الراهن هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى إلى تشتت الأسر، وأيضا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي كانت هناك حالات طلاق كثيرة وضياع الأسرة بالكامل.